أعلنت السلطات الجزائرية اليوم السبت 31 يوليوز 2021 سحب الاعتماد الممنوح لممثلي قناة التلفزيون العربية بالجزائر. واعتبرت وزارة الاتصال الجزائرية أن قرار سحب الاعتماد راجع إلى عدم احترام قناة العربية لقواعد أخلاقية المهنة وممارسة التضليل الإعلامي والتلاعب بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية. ويعد هذا السحب الثاني من نوعه بعد أن أعلنت السلطات الجزائرية في شهر يونيو 2021 سحب الاعتماد الممنوح لممثل قناة الإخبارية التلفزيونية الفرنسية فرانس 24، وتتوالى سحب التصريحات وتضييق الخناق على الصحفيين وحبسهم جراء الانتفاضات الشعبية التي تقام في الربيع الجزائري. المشاهد تيفي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.